الثالوث الأسود خطر جديد يواجه الحكومة السورية التي لم يمر على تعيينها سوى 45 يوماً، حيث وضعت التعليمات الصادرة من الرئيس السوري بشار الأسد وضعت حكومته في موقف صعب، فكيف ستواجهه الحكومة؟ بعد تحديد الموعد لعقد الاجتماع الشهير لحكومة محمد غازي الجلالي رئيس الحكومة السورية الجديدة منذ شهر ونصف الشهر، كان وجه الرئيس السوري بشار الأسد واجماً، وأصدر تعليماته التي تناقلتها وسائل الإعلام السورية للوزراء ومن بعدهم المحافظين الجدد، حيث أنذر جميع المسؤولين بمخاطر جديدة تنتظر البلاد، وأنه لن يسمح بتصريحات تؤدي إلى اضطرابات أو أزمات جديدة مع المواطنين. 6 أسابيع مرت على تعيين الحكومة الجديدة التي شكلت بالتزامن مع تصعيد متبادل بين الكيان من جهة وبين طهران الداعم لنظام الرئيس السوري بشار الأسد من جهة أخرى، وأمام ذلك التصعيد وتنفيذ الكيان لعمليات طالت العاصمة دمشق انعقد اجتماع عاجل للحكومة السورية على الفور. اعترف رئيس الحكومة محمد غازي بالأزمة المفروضة على البلاد بحكم واقع المواجهات سواء الحالية أو المحتملة، لكن صارح الحكومة بالتوجيهات الأخيرة الصادرة إليها من الأسد، والتي تتضمن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتهيئة إمكانات البلاد للسيناريوهات القادمة، وخصوصاً مع مسارات الإرباك التي يأخذها مسار النزاع في الشرق الأوسط، حيث ترجح دوائر استخباراتية سورية أن دمشق ربما تصبح طرفاً أصيلاً في تلك المواجهات سواء شاءت أم أبت. لكن ما هو خطر الثالوث الأسود الذي اجتمعت الحكومة السورية من أجله؟ بموجب محضر اجتماع الحكومة السورية، فإن الدولة تقوم حالياً بإجراءات مضاعفة من أجل مواجهة 3 أخطار لن يكون مسموحاً بالفشل في التصدي إليها. وأول هذه الأخطار هي السياسة الأمنية الحالية، حيث صدرت التعليمات إلى كافة أجهزة الدولة بضرورة استبدالها بخطط جديدة تراعي المتغيرات الحالية في الداخل والخارج. وتركز الدولة السورية وفق الاجتماع الأخير لحكومتها على تقديم كامل الدعم إلى قواتها لتوفير الحماية الداخلية وتحييد أي أخطار خارجية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي خطر محتمل من المجموعات الخارجة عن القانون في بدايته. كذلك يريد الأسد استثمار ما تحقق من تطوير للعلاقات بين الدول المقربة والاستفادة من تجاربها الأمنية. اجتماع الحكومة الأخير يعترف بأن ثمة خطرا قادما لم يحدد رئيس الحكومة طبيعته، لكنه لا ينفصل عن الأوضاع الإقليمية المتوترة في المنطقة، فيما يؤكد خبراء سوريون أن الأسد مهما قدم من رسائل طمأنة بشأن سياسة الحياد الإيجابي والتي يريد من خلالها وقاية بلاده من الدخول في مواجهة شاملة، فلن يكون ذلك مقنعاً، لأن دمشق في جميع الأحوال مصنفة على أنها بمحور ممانعة وأنها طرف متحالف مع طهران. فهل ستنجح الحكومة السورية فيما أخذته على نفسها من تعهدات؟